يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بلدي يقوم بعض الناس بتزويج ابنته ب20,000 ريال من جاره، وجاره يزوجه ابنته ب20,000 ريال كذلك، فهل هذا يعد شغارا؟ نعم، هذا على القول الثاني وهو الذي يكتب به الشيخ ابن باز رحمه الله أنه من الشغار، ولو كان لكل واحدة منهما مهر. يقول أن رواية ولا مهر بينهما هذه من تفسير ابن عمر وليست من أصل الحديث، وهذا فيه ضرر على النساء، أنها لا ينظر في مصلحتها وإنما ينظر في مصلحته هو، فيعطيه ابنتها أو موليته على أن الآخر يعطيه موليته، ولا ينظرون إلى مصلحة المرأتين ولا يأخذون أيضا رأي المرأتين، فالضرر موجود. نعم.